الأكوان مترتبة فوق بعضها جودر بحكمة الخالق. الفرق بين عالمنا هنا على الأرض والأكوان التانية والفرق بين الكثيف واللطيف. أو زي دهش كده، كائن لطيف. مش لطيف يعني أخلاقه لطيفة، لا، لطيف في سرعة الحركة لدرجة محدش يقدر يتخيلها. عشان كده حزبة الزمن بيننا مختلفة. أنا نفسي أبقى زيك يا جودر. وعايز تبقى زي جودر ليه؟ أعرفه من يوم ميلاده، ما شفتوش ولا مرة بيكذب ولا بيسرق ولا بيظلم حد، راجل صالح مستقيم. وأنا بقى بصراحة زهقت من السرمحة والطيش، تعبت من الناس البطالة اللي بتستخدمني في أعمال بطالة، بتهددني بالحرق لو ما نفذتش اللي هم عايزينه. طب والراجل الصالح المستقيم ده ما يستحقش إنك تقول له مين اللي كلفك بمراقبته ولأي سبب؟ بس أنت كده عايز تجيب لي الحرق يا شيخ عبد الأحد. أنا بنقذ روحك من الظلام. يعني أنا لو اعترفت لكم بكل حاجة وكان مصيري الحرق، أبقى أنا كده أنقذت روحي من الظلام؟ شفت؟ شفت سرعة انتقاله من مكان لمكان؟ أي شيء بتزيد سرعته عن حد معين وإحنا مش شايفينه، ده اللي بيسموه عالم الجن. الجن يعني الخفاء. آه كده أنا فهمت، الجن يعني الخفي اللي مستخبي عن عيوننا. أما الإنسان فمعدنه تقيل كثيف، لكن روحه ملهاش حدود في الانطلاق. دي أمور غريبة أول مرة أسمع عنها في حياتي. المهم تخلي بالك، واضح ان دهش اتعلق بيك، ممكن يشتتك بسرعه حركته، ودي حكايه مش سهله. طب وانا اعمل ايه معاه؟ واحده واحده هعلمك ازاي تتعامل معاه. المهم خليك حويط، لانه ممكن يبقى ملاوع، بس لو طلع صادق هيبقى مفيد جدا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.